أهلا وسهلا بحضراتكم سادة مشاهدي ومتابعي تلفزيون السابع في لقاء متجدد بعد أن أزل الستار عن منافسات اليوم الأول من الجولة الثانية من عمر الدوري الممتاز، دوري الأضواء والشهرة والملايين. أقيمت اليوم 3 مباريات، بيراميدز والمصري، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0. الزمالك وسيراميك كليوباترا، واستطاع المارد الابيض او يعني يحصد نقاط المباراه 3 بعدما فاز بهدفين دون رد. واختتمت مباريات اليوم الاول بلقاء الاهلي واسوان، والذي انتهى بهدف دون رد للنادي الاهلي. زميل احمد العاصي جايب لنا الماتشات على الشاشه. طبعا مباريات النهارده، الـ3 مباريات هنقف عندهم، لان في دور فعال للفار والمساعدين بعد ما نستعرض مع حضراتكم حالات التحكيميه للمباريات الـ3، وهنقف على ابرز الايجابيات تمام، وهنناقش مع بعض ايضا سلبيات التي شهدها التحكيم خلال المباريات الـ3. هنبدا بمباراه الاهلي وأسوان على اعتبار ان هي المباراة الأخيرة التي انتهت منذ قليل. أدار المباراة طاقم حكام بيقودوا الدولي أحمد الغندور، برضو طاقم الحكام معانا على الشاشة. مشكورا للزميل أحمد العاصي متابع معانا يعني الحالات. أحمد الغندور والمساعد الأول شهاب راشد، والمساعد الثاني محمد فاروق وعاطف حسين. هقف عند الاثنين المساعدين في الماتشات، لان المساعدين في الـ3 مباريات لهم دور والفار. حكم الرابع عاطف حسين، وكان في كابينه الفار هشام القاضي واحمد توفيق طلب الدولي. المباراه شهدت ركله جزاء و7 حالات تسلل خلال المباراه، واربع بطاقات صفراء. النهارده احمد الغندور القرار الابرز في اللقاء من حكم الساحة هو أحمد الغندور. في الدقيقة 15 من عمر المباراة احتسب أحمد الغندور ركلة جزاء صحيحة. عايز أقول هنا تمركز رائع من أحمد الغندور، زاوية رؤية مناسبة، فكان موجود في الميعاد، احتسب ركلة جزاء على حارس مرمى أسوان عمرو حسام، وفي الدقيقة 15 من عمر المباراة، وأشهر له البطاقة الصفراء داخل. طبعا القرار هنا لما تحولت الفرصه المحققه داخل منطقه الجزاء ما دام في تنافس الى ركله الجزاء والعقوبه الثلاثيه، اصبح الاتحاد الدولي خفف العقوبه الثلاثيه، فبالتالي ركله الجزاء صحيحه وانذار مستحق. وتواصل هو مع كابينه الفار في عبر الكوميونيكيشن سيستم التشيك الصامت، واكد الفار هشام القاضي اكد القرار وقال له كونفيرم. وده هنا ده التعاون الرائع بين كابينة الفار وبين حكم الساحة. ولكن لازم نقف عند حاجة مهمة جدا، طبعا حضراتكم عارفين ان بروتوكول الفار بينص على ان صاحب القرار النهائي في المباراة هو حكم الساحة، يعني رأي الفار ورأي الحكم الرابع وكل من في موجود في طاقم الحكام هو بيتدخله بشكل قرائي استشاري، ولكن القرار النهائي بيبقى الحكم الساحة. وطبعا هو تواصل واكد القرار بركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي. احمد الغندور اشهر لنادي اسوان الى جانب انذار عمرو حسام، اشهر انذارين عبد العزيز موسى واحمد بالحج، انذارين مستحقين، مقابل انذار للنادي الاهلي من نصيب المدافع محمد عبد المنعم. قلت لحضراتكم في 7 حالات تسلل في اللقاء، كان في 28 مخالفه على الفريقين. كان تقريبا احمد الغندور موفق بشكل كبير في احتساب او في تقدير المخالفات الاخطاء الفنيه. هنقف بس حضراتكم عند في لعبتين لازم نقف عندهم. في الدقيقه 46 تمام، محمد رجب المساعد الاول كان موجود في الميعاد، وطبعا اسف كان محمد فاروق هو كان موجود في الميعاد، مش في الدقيقة 61
احرز النادي الاهلي هدف، لكن كان في تسلل، هو نفذ بروتوكول الفار وعمل ديلي ثم اشار بالتسلل وكابينه الفار هشام القاضي واحمد توفيق طلب بالفعل اخذوا القرار، فعلا كان في تسلل. ست حالات تسلل اللي موجودين في المباراه مع الحاله اللي احنا ذكرناها لحضراتكم، كان شهاب راشد ومحمد فاروق طبعا كانوا برضو موفقين جدا في احتساب التسلل وفي تنفيذ الديلي سيجنال اللي هو بروتوكول الفار في الحالات التي كانت تستدعي تنفيذ بروتوكول الفار واللي هي تستدعي الديلي سيجنال، وده اللي خلى النهارده المباراه كان تحكيميا انا شايفها اداء طيب من طاقم الحكام. عاطف حسين نجح بشكل كبير في السيطره، نجح عاطف حسين بشكل كبير في السيطره على المنطقه الفنيه، وده احنا قلنا في لقاء سابق مع حضراتكم في الجوله السابقه ان الحكام الروابع عليهم دور فعال كبير في مساعده الحكام والتعاون مع حكم الساحه اثناء سير المباراه وقبل المباراه وبعد المباراه. طبعا هناخد حضراتكم سريعا لمباراه الزمالك وسموحه. طبعا مباراه الزمالك وسموحه انتهت زي ما قلت لحضراتكم ب 2-0 الزمالك وسيراميكا انتهت 2-0 لصالح نادي الزمالك، ادارها الدولي محمد معروف ومعاه المساعد الاول رجب محمد، معانا طاقم الحكام على الشاشه، المساعد الثاني مصطفى حسين، والحكم الرابع اسامه اسماعيل، وبينما كان موجود وائل فرحان وهاني عبد الفتاح، والاثنين النهارده هم فرسي الرهان في المباراه، وائل فرحان وهاني عبد الفتاح في المباراه. هقول لحضراتكم النهارده محمد معروف تقريبا كان موفق بشكل كبير في تقدير الاخطاء الفنيه، وكان موجود في تمركز جيد وزاويه رؤيه مناسبه، الا اننا هنختلف مع محمد معروف في لعبه هتعتبر او في مخالفه هتعتبر هي الابرز في المباراه. النهارده محمد معروف كان موفق زي ما قلت لحضراتكم، اشهر بطاقه صفراء، وده انا عايز اقف عنده بقى في بطاقه صفراء، يعني انا شايف ان هو كان موفق فيها جدا، وكان تقديرها مناسب لمحمد عواد حارس المرمى الزمالك لاضاعه الوقت، وده اللي احنا محتاجينه من حكامنا في فعلا في الفتره المقبله، ان احنا نكون حاسمين مع اللاعبين داخل الملعب ومع الاجهزه الفنيه، لان الحسم والحزم من الحكم ومن طاقم الحكام اعتقد هيفرق كتير في نجاح المباريات. طبعا زي ما قلت لحضراتكم محمد معروف النهارده كان عندنا 24 مخالفه في المباراه، كان تقريبا معظمهم هو كان موفق وتقدير مناسب، وكان عنده في دقيقه 17 اشهر بطاقه الصفراء الاولى في اللقاء لزكريا الوردي لاعب نادي الزمالك، واظهر احمد سيد زيزو واوباما من الزمالك مقابل انذار وحيد لسيراميكا النهارده من نصيب احمد عاطف. عايز اقف عند الدقيقه 41 من عمر المباراه، هو في الدقيقه 17 هناك انذار مستحق لزكريا الوردي لاعب الزمالك، في الدقيقه 41 في الدقيقه 42 من عمر المباراه هناك مخالفه زكريا الوردي تستحق البطاقه الصفراء الثانيه، وبالتالي كان يجب ان يطرد لاعب الزمالك زكريا الوردي في الدقيقه 42 من عمر المباراه. هنا لازم اقف وقفه، هو كان قريب جدا، عنده زاويه رؤيه مناسبه وعنده تمركز جيد، وبالتالي التمركز الجيد وزاويه الرؤيه المناسبه تتيح له تمام اتخاذ القرار المناسب. انا عايز اقول لمحمد معروف او اقول لكل حكامنا، ما تخافش على اللعيب اكتر من نفسه، ما تخافش على اللعيب اكتر من نفسه، انت تحمي اللعيب لكن ما تخافش عليه اكتر من نفسه، لابد ان انت تكون حريص على تطبيق القانون. يا جماعه تطبيق القانون ده حق اصيل للفريقين المتبارين داخل المستطيل الاخضر، وتطبيق القانون ده مسؤوليه طاقم الحكام وعلى راسهم حكم الساحه. هنا يعني هيستحضرني سؤال مهم جدا من حضراتكم، هل الفار كان يتدخل؟ انا عايز اقول ان هناك بروتوكول الفار محدد، ولكن هناك تعاون مسموح ومشروع بين كابينه الفار وبين حكم الساحه، يعني النهارده زي ما الفار يقدر يقول له هويه اللعيب
هو اشهر بطاقه صفراء للاعب رقم 8 وبعدين يقول وبعدين هو اخطا ان مش 8 اللي ارتكب المخالفه، 6 اللي يستحق بطاقه صفراء، بيتواصل معاه عبر الكوميونيكيشن سيستم ومن خلال التشيك الصامت ويقول له رقم 6 هو اللي يستحق الايه البطاقه الصفراء. كان يجب، انا شايف ان النهارده لو حصل وتدخل وائل فرحان وهو واحد من المتميزين في كابينه الفار ومرشح يخش القائمه الدوليه ان شاء الله كحكم فار، النهارده كان يقول له على الاقل خالص من على يعني نوع من التعاون، يقول له على فكره اللعبه دي انذار تاني، وانا شايف ان ده تعاون ملوش علاقه بالبروتوكول، يعني انا كده مش هيبقى وائل فرحان خرج عن النص، لا هيبقى تعاون مع الحكم، والحكم في النهايه هو قراره النهائي، بس على الاقل خالص يبقى في نوع من التعاون ويذكره ان اللعبه دي تستحق انذار من وجهه نظره، وهنا راي استشاري. لا فطبعا كان يجب ان يشهر البطاقه الصفراء لزكريا الوردي في الدقيقه 41 من عمر المباراه. هروح للعبه الثانيه الجدليه اللي احنا لازم نقول فيها للمساعد الاول برافو، طبقا للقانون برافو عليك، لان تمركز رائع وتمركز جيد ويقظه من المساعد الاول رجب محمد عندما اشار على تسلل احمد رمضان بكهم لاعب سيراميكا، اشار على تسلله في الهدف الذي احرزه احمد ريان في دقيقه 46 من عمر المباراه. عايز اقف ليه تسلل يا جماعه، اللاعب اللي فوق التسلل لو تداخل مع 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 خصم، تداخل مع خصم والتداخل مع خصم ده اثر على هذا الخصم في الرؤيه او تداخل بالقول او بالفعل طبقا للقانون، زي ما انا كثيرا من حضراتكم التقيت بحضراتكم في منبر يوم السابع وقلت مفيش وجهه نظر، في قانون بيتطبق بس، القانون بيقول تمام. الراجل ده كان موجود، غير التداخل بقى في حاجه تانية، كان هو موجود كان خلفه لاعب واحد بس من نادي الزمالك، معنى كده ان عواد كان تقدم تقريبا بنص ياردة للامام واصبح احمد رمضان بكهم هو في النص بين اللاعب الموجود من الزمالك على خط المرمى وبين عواد، وبالتالي كان خلفه لاعب بس، والقانون بيقول اخر تاني مدافع لابد ان يكون خلف اللاعب عشان ما يكونش متسلل 2 لعيبه من الخصم او من المنافسين من الفريق الاخر، وبالتالي تمركز رائع من محمد رجب ويقظه من المساعد الاول، اشار بدون تردد وبمنتهى الثقه، لازم نقول له برافو. كمان كمية الفار في التشييك النهارده يمكن في اللعبه دي ما خدوش وقت كتير، وائل فرحان راجع وتواصل مع الحكم من خلال الكوميونيكيشن سيستم واكد القرار الكونفيرم على القرار، ولكن يؤخذ على وائل فرحان وعلى هاني عبد الفتاح ان خطوط البييرو اللي لابد انها ترسم في مثل هذه الحالات اترسمت متاخره في الشوط الثاني، هم عادوا اللعبه وطبعا عادوا اللعبه في الشوط الثاني ورسموا خطوط البييرو، انا كنت اتمنى مع القرار ومع تاكيد القرار تطلع خطوط البييرو علشان تمام، ده دعم لحكامنا، دعم للمساعد اللي هو كان عنده يقظه وعنده جراءه. برضو زي ما قلت لحضراتكم ويمكن احنا قلنا النهارده، كنت بتكلم مع الزملاء قبل ما التقي بحضراتكم ان فعلا المساعدين النهارده عندهم دور كبير ودور فعال. مصطفى حسين برضه الغى برضه هدف لسيراميكا لاحمد ريان في الدقيقه 54 من عمر المباراه، المساعد الثاني مصطفى حسين في نفس المباراه الغى هدف لاحمد ريان وكان فعلا موجود في موقف تسلل وكان متقدم بالجزء الايسر من الجسم القدم والكتف الايسر والقدم، وهنا كان المساعد برضه نفذ حضراتكم الديلي سيجنال ونفذ البروتوكول، وبعد ما انتهت اللعبه اشار بالتسلل والفار اكد هذا القرار. برضه تاخرت برضه خطوط البييرو، ولكن هنا وائل فرحان وهاني عبد الفتاح، رغم ان هاني عبد الفتاح واحد من افضل المساعدين، لكن تاخروا برضه وخدوا وقت طويل تقريبا دقيقتين وشويه او اكتر، دقيقتين ونص تقريبا علشان يأكدوا القرار سواء هو تسلل او هدف، وبالفعل بعد تقريبا دقيقتين ونص تمام تواصلوا مع محمد معروف واكدوا قرار المساعد. يبقى لازم نقف عند الاثنين المساعدين النهارده في ماتش الزمالك النهارده وسيراميكا،
وبرده المساعد في ماتش الزمالك في ماتش الاهلي واسوان لازم نقف عندهم. محمد معروف رغم ان احنا اختلفنا معاه في ان في بطاقه صفراء ثانيه لزكريا الوردي الا ان هو كان حاسم في اضاعه الوقت مع محمد عواد واتاح الفرصه اكتر من مره. بتمنى التحكيم الفتره اللي جايه يكون فيه تركيز. طبعا في مباراه بيراميدز والمصري طارق النهارده ادارها طارق مجدي حكم الساحه، معانا على شاشه طارق مجدي طاقم الحكام عذرا، ومعاه اسامه السيد وهشام طلب اثنين مساعدين، صبح العمراوي الحكم الرابع، ومحمد الحنفي واحد من اصحاب الخبرات المخضرم، ومحمد محمود لطفي. النهارده كان في الدقيقه 43 من عمر المباراه القرار الابرز، القرار الابرز والاهم في اللقاء هو البطاقه الصفراء اللي اشهرها طارق مجدي في وجه لاعب بيراميدز وليد المغربي وليد الكورتي. ده انا ده طبعا هي فرصه محققه، منع فرصه محققه خارج منطقه الجزاء. طارق مجدي اللي معانا على الشاشه ده بقى احتسب المخالفه في تقدير سليم كعقوبه فنيه، واشهر البطاقه الصفراء للاعب وليد، ولكن محمد الحنفي كان له راي اخر طبقا للقانون. وطبعا انا من هنا بحيي محمد الحنفي، استدعى تدخل بشكل جيد واستدعى طارق مجدي وتواصل معاه عبر الكوميونيكيشن سيستم، وهو كان عنده زاويه رؤيه مناسبه محمد الحنفي، وعنده صوره واضحه، وبالتالي تدخل طبقا للبروتوكول. واشهر البطاقه الحمراء لوليد الكردي في يعني قرار انا شايفه قرار رائع، ويعدها وتعد هذه البطاقه الحمراء الثانيه في الدوري. طبعا كان في بطاقه حمراء في الجوله الاولى كانت من نصيب طاهر محمد طاهر، ودي اول بطاقه في الجوله الثانيه للمغربي وليد القردي. انا شايف ان التحكيم النهارده الفار والمساعدين كانوا النهارده موجودين وعلى مستوى المسؤوليه كانوا موجودين في الميعاد. انا شايف الفار والمساعدين يعني كان في تفوق في ادائهم. يمكن المساعدين طبعا برضو الجوله الماضيه كان عندهم تميز في الاداء، ويمكن الفار اختلفنا معاه في الجوله الماضيه، ولكن الفار النهارده انا شايف بدايه طيبه في بدايه الجوله الثانيه من عمر المباريات من عمر الدوري الممتاز. ان شاء الله عندنا بكره ثلاث مباريات في اليوم الثاني للدوري الممتاز. عندنا النهارده عندنا ثلاث مباريات، الكابتن الزميل احمد العاصي هيكون لنا على الشاشه في غزل المحله وبكره والمقاولين، وفي حرس الحدود وفيوتشر ومعانا وامبي هيلاعب اعتقد حرس الحدود. غزل المحله والاسماعيلي عذرا، الاتحاد السكندري والداخليه، فيوتشر والمقاولين العرب، بكره ثلاث مباريات في اليوم الثاني للجوله الثانيه من عمر الدوري الممتاز. انا بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، والى ان نلقاكم في مباراه قادمه لكم مني اطيب تمنياتي وارق تحياتي.